مشاهدينا الكرام على المودة ألتقيكم وأنتقل وإياكم إلى استاد البصرة الدولي. الخير شد أزره بنطاق، ها هو الأخ العربي يضع كفه بكف الأهل قبلة لكل من إلينا ارتحل، وألف أهلا وسهلا، عاش بكم الأمل. البصرة نقطة لقاء الحكايات الرياضية، هنا البصرة، هنا التمراء تزدان عبيرا بأخوتها وهناء، والعراق زاده في هذا المساء، فلها ما لها قد كتبه البلغاء، ولها منا انحناءة وامتنان الكرماء. ألف وألفين، عاشت أمنا الفيحاء، عاشت أبية حسناء، طالت ظفائرها وسحنت بشرتها السمراء، عاشت أمنا الفيحاء. سواق الضوء العربية وهي تطأ بجنح المحبة جغرافيا الحضارة الأبدية والتكوين. التاريخ يسجل الحياة بهيئة أوراق كتب عليها بالحبر الأسود، موقفكم الأبيض. شكرا للعنابي، شكرا لنسور قاسيون، فأنتم معنا العودة التامة للقاءات الصادقة، فالكرة والجمهور والملعب لا يتبرعم اخضرارها ولا يمكن صياغتها بماء دجلة إلا وكنتم الفعل والقول والدرس الذي يقول سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، سلام على باسقات النخيل وشمم الجبال تشيع السنا. نعم طوبى لعربنا شاما وخليجا بكل ألوانهم، فالعراق فاتح ذراعيه مشتاق لنواياكم البيضاء، فكرة القدم توحد القلوب ونخلتنا أنتم. سيداتي سادتي، أسعد الله المحبين القادمين من ديارهم إلى قبلة الإنسانية علما وكرما وفنا وشعرا ورياضة وابتسامة. البصرة زادها الفرح، تصدره بسخونة شمسها البرحية. من ينطق البصرة عليه أن يشهق العلا، فالوقوف أمامها شيئا من روح السياب الكبير. مشاهدينا الكرام على المحبة ألتقيكم من هنا من استاد البصرة الدولي. من البصرة ينبض الوطن بالحب والقلب والعقل والرياضة، ويشرع منها إلى روافد أخر من على هذه الأرض. الوجه الأسمر هو ميناء آخر يرسو عليه التاريخ متشرفاً.